عقد اليوم الاجتماع البرلماني الخليجي في مملكة البحرين، والذي يناقش تطبيق القرارات والتوصيات التي اتخذها أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس الذي عقد نهاية العام الماضي في المملكة. ويبحث المشاركون في الاجتماع مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، فيما يعقد غدا الخميس اجتماع لجنة مراجعة تفعيل اختصاصات كل من الاجتماع الدوري ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. وتأتي هذه الاجتماعات البرلمانية تنفيذا لقرارات أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطن والأمة لدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس الذي ترأس دورته مملكة البحرين. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. سعادة السيد عبد الرحمن، ما هي أهم التوصيات، ما هي أهم وأبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اجتماع اليوم؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة، وأحب أوضح للسادة المشاهدين أن هذا اجتماع من سلسلة من الاجتماعات التي تعقد على جانب اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بهدف توحيد الرؤى وتفعيل التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية. نعم. بهدف الوصول إلى الاتحاد الخليجي كما طرحه خادم الحرمين الشريفين. الأوضاع طبعا في المنطقة تحتم علينا كخليجيين دعم التعاون بيننا وإشراك شعوب المنطقة في القرارات، لأن مصيرنا مصير واحد، وعلينا السعي بخطوات ثابتة وتحقيق أمنية كل خليجي في إنشاء كيان خليجي واحد وبرلمان خليجي يقف خلف قادتنا. نعم. وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا. وأنا أرى أن أهم التوصيات التي سوف نخرج منها بإذن الله تعالى هو تفعيل المادة الثالثة الخاصة باختصاصات الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية والمنصوص عليها في القواعد التنظيمية. نعم. كذلك تفعيل اختصاصات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والمذكورة في المادة الرابعة من القواعد التنظيمية لهذه اللجنة بهدف الوصول إلى تعاون برلماني أوثق بين المجالس الخليجية. وكما ذكرت في النشرة أن اليوم اجتماع طبعا اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية. نعم. وهذه طبعا سوف يعطي نقلة، لو نفذ هذا المشروع سوف يعطي نقلة نوعية في العمل البرلماني الخليجي من ناحية ربط المجالس التشريعية الإلكترونيا وعقد الاجتماعات الخليجية أو الثنائية بشكل مرئي عن بعد ومتابعة التطورات البرلمانية الخليجية أولا بأول. وأعتقد أننا نحن نسعى بخطوات ثابتة وحثيثة إلى الأمام إلى توحيد الرؤى والتنسيق البرلماني ونحو الهدف الأسمى وهو الاتحاد الخليجي وإنشاء برلمان خليجي يمثل شعوب المنطقة. نعم. سعادة العضو، إلى أي مدى يعني تم قطع شوط في هذه الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية؟ هذه بداية، يعني هذا اجتماع ابتدائي، يعني تم الاتفاق على هذا المشروع الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وأعتقد أن سعي المسؤولين في دولة الإمارات نحو ربط هذه المجالس إلكترونيا سوف يساعد في دفع العمل الخليجي الواحد. نعم. سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، شكرا.